أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة جيفريز المالية العالمية في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن. وأشار الخطيب إلى أن الحكومة استثمرت في البنية التحتية على مدار العقد الماضي، مما ساهم في بناء شبكة طرق متطورة وإنشاء مدن جديدة وتطوير المواني. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بالحوار رفيع المستوى حول إنشاء وكالة التصنيف الائتمانية الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن فوائد إنشاء الوكالة تتضمن تعزيز الاستثمار، حيث يمكن لوكالة تصنيف ائتمانية أفريقية موثوقة أن تعزز من جاذبية الاستثمار وتمكين الدول الأفريقية من وضع شروط أكثر ملائمة في المفاوضات المالية الدولية. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6,400,000 طن بزيادة أكثر من 529,000 طن عن نفس الفترة من العام الماضي. جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير الماضي حتى 18 من سبتمبر الجاري. وذكر التقرير أن أهم الصادرات الزراعية تمثلت في الموالح والبطاطس والبصل والعنب. أشار وزير الموارد المائية والريهان سويلم إلى أهمية الاستفادة من فترة أقصى الاحتياجات المائية لموسم العام الحالي والعام السابق في تحديد النقاط الساخنة المتبقية التي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية والريهان سويلم لمتابعة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألمانية. استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان بيرغود والوفد المرافق له. تطرق اللقاء إلى مناقشة خطط الوزارة لتطوير بنك نصر الاجتماعي، خاصة أنه يقدم منحا وقروضا ميسرة والعديد من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية. كما تطرق اللقاء لجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. تناول اللقاء الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لضيوفها اللاجئين. التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع مسؤولي شركة الصين الجنوبية العاملة في مجالات خفض الفقد ومشروعات توليد الكهرباء، وبحث اللقاء دعم وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات في إطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكة التوزيع. واستعرض عصمت أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الحالية بالشراكة مع قطاع الكهرباء. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط في آخر تداولات رسمية، لكنها حققت مكسبا أسبوعيا للمرة الثانية على التوالي، مدعومة بخفض كبير لأسعار الفائدة وانخفاض المخزونات الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52% إلى 74.49 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22% إلى 71 دولار. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.22% لتصل إلى $2.01 للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.36% لتسجل $2.43 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تسببت الفيضانات التي ضربت وسط وشرق أوروبا في خسائر فادحة لمعظم شركات التأمين الأوروبية وصفت بالأضخم منذ عقود. وأكد تقرير لوكالة بلومبرغ أن خسائر الفيضانات المؤمنة في وسط أوروبا ستتراوح بين 2 مليار و3 مليارات يورو. ومن المتوقع أن تنافس هذه التكاليف خسائر الفيضانات الكارثية والتي حدثت في أعوام 1997 و2002 و2013. بلغ معدل البطالة بين الشباب في الصين 18.8% في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي. وتخرج نحو 12 مليون طالب من جامعات الصين في يونيو 2024، ما أدى إلى زيادة المنافسة في سوق العمل في الصين. يأتي إصدار أرقام البطالة لشهر أغسطس بعد صدور بيانات غير مشجعة بشأن مبيعات التجزئة ونمو الإنتاج الصناعي، إذ تباطأ كلاهما في الشهر ذاته. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى القومية الاقتصادية وانهيار التجارة العالمية والكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في خطاب ألقته بصندوق النقد الدولي في واشنطن إن البنوك المركزية تمكنت من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. وأكدت أنه من النادر تجنب حدوث تدهور كبير في معدلة التوظيف عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. وارتفعت بيانات التوظيف بمقدار 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف وهبة لاستكمال النشرة إليكم. أشكرك ليلى.